أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة دعوات المجتمع الدولي للتهدئة في اليمن والاتجاه نحو الحوار. دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف اليمنية إلى خفض التصعيد في البلاد، وطلب بيان مشترك لممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد فريدريكا موغيريني والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيليانيدس أطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام تجاه المساعي الدبلوماسية للأمم المتحدة بخفض التصعيد في كافة مناطق البلاد. دعوة الاتحاد الأوروبي تأتي بعد أيام من دعوة الأمم المتحدة للتهدئة وإعلان المبعوث الأممي سبتمبر المقبل موعدا لبدء المفاوضات في جنيف السويسرية. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل ينجح المجتمع الدولي في إعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات؟ وكيف يمكن أن تكون تلك المفاوضات؟ وما الذي يمكن أن تنتجه من واقع؟ قبل النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. سلام طويل المدى في اليمن أفضل من حلول عسكرية، خلاصة الموقف الأوروبي من الأزمة الناشبة في اليمن منذ سنوات، حيث جدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع لهم في لوكسمبورغ تأكيدهم بأن المعارك العسكرية ليست حلاً صحيحاً لإنهاء الأزمة، وأيد الوزراء في بيان لهم دعمهم لجهود المبعوث الأممي مارتن غريث الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي. يأتي بيان الاتحاد الأوروبي بعد رفض ميليشيا الحوثي الانسحاب من الحديدة، وبالتزامن مع حادثة سوق السمك التي راح ضحيتها مدنيون والتي أنكر التحالف مسؤوليته عنها. وقد أدان بيان الاتحاد استهداف المدنيين وطالب باحترام القانون الدولي، داعيا ما أسماه بأطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام الصادق تجاه المساعي الدبلوماسية للأمم المتحدة والسعي الجاد لترجمة ذلك الالتزام إلى خفض للتصعيد في كافة مناطق الصراع. يعاني اليمن وفق وجهة النظر الأوروبية من صراع مدمر بأبعاد إقليمية، ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي وفق محللين لم يبذل الجهود الكافية لمنع وصول اليمن إلى هذا المستوى الكارثي، فما زال رغم كل هذه السنوات من الحرب يتحدث عن إقناع الأطراف بالقبول بمباحثات من أجل وضع إطار للمفاوضات في نفس الوقت الذي لم يستطع فيه وضع حد لما أسماه في بيانه بالخرق اليومي للقانون الدولي في اليمن. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، وكذا من برلين المحلل السياسي الدكتور علي العبسي. وأبدأ معك دكتور محمد، إذا هل هناك جدية برأيك، جدية حقيقية في تعامل المجتمع الدولي مع مساعي إعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات من خلال ما تلاحظ حتى الآن؟ أنا أعتقد أن الأمم المتحدة يعني طول الفترة الماضية كانت تتعامل بعقلية إدارة الأزمة بالنسبة لليمن وليس بعقلية المنفتح على حلول جذرية لهذه الأزمة. الأمم المتحدة في الأخير هي مجموعة مصالح للدول الخمس الدائمة العضوية، وهذه الدول اليمن أولا بالنسبة لها لا يمثل أهمية استراتيجية إلا إذا ما تحدثنا عن ممرات مائية، وهي ليست مهددة بشكل كبير رغم بعض الأحداث أو الحوادث التي تحصل بين الحين والآخر. لكن المتغير الذي طرأ خلال الفترة الماضية أن الصوت الإنساني بدأ يرتفع على وقع المعارك في الحديدة، وهناك عدد من المصالح السياسية التي ربما تصب في يعني في سبيل عدم دخول القوات الحكومية لهذه المدينة وعدم إنهاء الصراع ضد الحوثيين. وبالتالي هناك وجهتان بالنسبة للاتحاد الأوروبي، خاصة الأوروبيون ينظرون إلى الوضع الإنساني من جهة، وينظرون أيضا إلى المصالح. البريطانيون يقودون الجهود الأوروبية فيما يخص الوضع في اليمن، ورأينا خلال الأسابيع الماضية أنهم قادوا التحرك الدولي في مجلس الأمن وقاوموا إلى حد كبير الرغبة الإماراتية خاصة ضمن التحالف العربي بإنجاز المعركة في الحديدة، وكان لهم دور كبير في إبطاء أو إحداث نوع من الضغط لإيقاف معركة الحديدة. الألمان كذلك يعملون، لا ننسى أن مارتن غريفيث الآن في لندن يجري بعض اللقاءات التشاورية تمهيدا للقاء الذي دعا إليه في الثالث من الشهر المقبل، سيلتقي خلال يومين بعدد من الشخصيات اليمنية،
شخصيات مستقلة، شخصيات يعني رجال دولة سابقين، وكما اجتمع بعدد من المؤثرين او عدد الذين لهم علاقه بالملف اليمني في وزاره الخارجيه البريطانيه خلال اليومين الماضيين، من اجل صياغه بعض الخلاصات التي يمكن ان تلقي بعض الاضواء اذا ما ذهبوا الى المباحثات في السادس من الشهر المقبل. لكن بالمحصله يعني حتى لو ذهبت الاطراف، الحكومه اعلنت انها يمكن ان تذهب الى المفاوضات، لكنها قالت ان سقف التوقعات منخفض. الحوثيون كذلك قالوا انهم المحوا انهم يمكن ان يذهبوا، لكن بالنغمه ذاتها سقف التوقعات منخفض، وبالتالي حتى بين المطلعين او المراقبين او المهتمين بالشان اليمني يبدو ان سقف التوقعات منخفضا لتباعد المواقف، ولان الاراده الدوليه غير موجوده اصلا في انهاء الصراع. لا تزال هناك إرادة في تصوري تريد أن يأخذ التدويل مداه الكامل حتى يخرج الوضع من سيطرة اليمنيين، ويخرج حتى من سيطرة الإطار الإقليمي، حتى يكون اللاعب الإقليمي واللاعب اليمني داخليا يكونون مجرد يعني ربما إنجاز التعبير نوعا من وسائل إنفاذ الإرادة الدولية في هذه في البلاد. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور محمد. أذهب إلى دكتور علي العبسي. دكتور علي، في يعني استمرار هذا الوضع على ما هو عليه، مرحلة اللا حسم كثيرون يسمونها بالنسبة للوضع العسكري، هل تدفع أو يدفع المجتمع الدولي نحو استمرار هذه الحالة من أجل دخول في سياق آخر إلى مفاوضات سياسية على صعيد آخر أو ببعد آخر؟ أنا أعتقد أن المجتمع الدولي، أو دعنا نكون أكثر دقة، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الحرب أن تحسم بالطريقة التي لمصلحة الحكومة الشرعية ومصلحة حلفاء الحكومة الشرعية، ليس وذلك ليس من أجل مصلحة الحوثيين أو أنها تؤيد الحوثيين. الولايات المتحدة الأمريكية تتبع استراتيجية في المنطقة قائمة على دعم الأقليات والادعاء بأنها تحمي الأقليات، وهي تبحث عن أقلية في اليمن، وهي تعتبر الحوثيين أقلية، لذلك هي تعرقل عملية الحسم العسكري. رأينا هذه العرقلة في أكثر من مكان. الحديدة هي من أشهر هذه الأماكن. الحديدة هي مدينة حاسمة للغاية ومدينة استراتيجية، وعملية انتزاع من الحوثيين سوف تؤدي إلى تغيير موازين القوى بشكل جذري، وقد تمثل معركة الحديدة وتحرير الحديدة بداية النهاية للحرب أو بداية النهاية لحركة الحوثيين. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول الغربية لا تحبذ ذلك، وهي تحاول قدر الإمكان عرقلة ذلك والبحث عن حلول مختلفة أخرى. يعني هي تؤمل أن الحوثيين يستجيبون لهذه الضغوط أو يحاول أن يقنعوهم بنوع من تقديم نوع من التنازلات، التي حتى الآن الحوثيين يرفضون تقديم أي تنازل منهم، من أجل إحداث نوع من التوازن في المعادلة السياسية، في معادلة الحكم في اليمن. المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية تحاول الحفاظ على الحوثيين كقوة مؤثرة في الساحة السياسية اليمنية على المدى الطويل، ولذلك هي تحاول قدر الإمكان منع هزيمتهم هزيمة ساحقة. هي تريد إضعافهم، ولكن ليس إلى الدرجة التي يفقدون بها قوتهم الكاملة. لذلك هذه الجهود، معركة الحديدة كان يفترض أن تنتهي، لكن معركة الحديدة توقفت، وتوقفت نتيجة ضغوط أمريكية ودولية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الحرب أيضا بالنسبة للمجتمع الدولي هي ليست حرب بين قوى متمردة وحكومة شرعية، هي أصبحت الآن هي حرب بين قوى إقليمية أكثر ما هي قوى محلية، رغم أن الصراع أصلا هو صراع محلي وفي البداية وفي النهاية، ولكن من كثر انغماس القوى الإقليمية ومن كثر ادعائها واستخدامها اليمن كساحة تصفية صراعاتها، أصبحت هكذا، أصبحت صورة الحرب في اليمن هكذا بالنسبة للمجتمع الدولي. هم الآن لا يرون الحوثيين والحكومة الشرعية، هم يرون المملكة العربية السعودية ومعها الإمارات العربية المتحدة وإيران، وبالتالي مصلحة اليمنية أو الوضع في اليمن لا يكتسب أهمية أو أولوية بالنسبة لهذه القوى. الأولوية أصلا هي لإحساس تسوية على مستوى المنطقة بين هذه القوى الإقليمية أولا، وبالتالي حل النزاع في اليمن ثانيا. وهذه هي الإشكالية، الصراع في اليمن الآن يرى بعين مختلفة تماما. يعني حتى في جهود الحل، حتى جهود المبعوث الأمم المتحدة، هناك نظرة
يعني مناقضة أيضا لقرارات الأمم المتحدة. الحل موجود ومعمد بقرارات مجلس الأمن. قرار 2216 هو قرار للحل ويحدد من هو من هي طرف الحكومة الشرعية. هو يدعم الحكومة الشرعية ويدعم فلسطين اليمن، هو يدعو الحوثيين إلى تسليم السلاح والعودة إلى العملية السياسية. هذا حل جاهز، ومن المفترض أن المبعوث الأممي أن يناقش مع الحوثيين آلية تنفيذ هذا الحل وليس بحث حل جديد. المفترض الآن هو أن يتم بحث حول آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وليس البحث عن حل آخر خارج إطار هذا القرار. ولذلك أنا أتوقع أن المحادثة التي ستحصل أو يعني متوقع أن تحصل في بداية الشهر القادم لن تؤدي إلى شيء. اللهم هي مجرد اجتماع لمجرد الاجتماع. أعتقد المبعوث الأممي يحاول إحداث اختراق شخصي له، إحداث إنجاز يحسب له شخصيا أنه استطاع أن يجمع الأطراف على هذه على طاولة الحوار، رغم أنه لا يوجد أساس لهذا الحوار. المواقف معروفة للغاية وقد أبلغ بها، وقد كان في صنعاء وقد كان في عدن وكان في الرياض وأبلغ بها مباشرة، وخرج من العاصمة صنعاء. آخر محادثة له مع الحوثيين خرج من العاصمة صنعاء دون أن يجيب أي تصريح، لا متفائل ولا متشائم. ثم فجأة هكذا نراه يدعو إلى اجتماع في 6 سبتمبر القادم لا تعلم عنه الحكومة الشرعية شيئا، الحوثيين لا يعلموا عنهم شيئا، هكذا لمجرد أنه يعتقد أو هو مؤمن بأن الأطراف كلها لن تقول لا. الحكومة الشرعية لا تريد أن تبدو أنها متعنتة أو أنها لا تريد السلام، والحوثيين يرون في المحادثة هذه فرصة لهم، فرصة لالتقاط أنفاسهم، فرصة لتجنب معركة الحديدة التي هم متأكدون أنه سيخسرونها طال الزمن أو قصر. وبالتالي هم يرون في هذه المباحثة عملية كسب للوقت وإنقاذهم من المعركة وتأجيل المعركة إلى وقت آخر ومحاولة تجنبها. وبالتالي أعتقد أن الجهود التي ستبذل هي جهود ضائعة ولن تؤدي إلى أكثر من. طيب في هذه النقطة دعني أخذ رأي دكتور محمد جميح. دكتور، هل تتفق بأن هذه يعني المفاوضات يمكن ألا تفضي إلى شيء في نهاية المطاف، وأن الحوثيون سيستفيدون منها في كسب المزيد من الوقت، فيما الحكومة الشرعية سيكون عليها التكلفة أو سيكون عليها اضطرار مسايرة الوضع ومسايرة هذه الضغوط والذهاب إلى التفاوض هناك والبقاء مع محاولة التمسك بالقرارات الدولية والمرجعيات؟ هو في يعني في كل مع بداية عمل كل مبعوث جديد وتعامله مع الحوثيين يكون لديه انطباع جيد عن هذه الجماعة المتمردة، إلى أن يعني يستمر في العمل فترة أطول وإلى أن يضع الحل أو تضع متطلبات الحل هذه الجماعة على محك التطبيق أو على محك الواقع، تتكشف هذه الجماعة عن مراوغاتها وعن محاولات كسبها الوقت ومحاولات خداعها للمبعوثين الدوليين. وهنا تأتي المواقف المتغيرة في نهاية المطاف. المبعوث الدولي عندما يصطدم بمراوغة الحوثيين وأنهم يشتغلون على عام المراوغة والوقت كذلك، هذه نقطة. النقطة الأخرى، الحكومة الشرعية أنا في تصوري أنها يعني هي على أرضية صلبة، يعني مهما يكون الموقف على المستوى النظري كما ذكر الزميل، يعني القرارات الدولية هي في صالحها. الحل في اليمن من أسهل ما يكون ولكنه من أصعب ما يكون، من أسهل ما يكون إزاء مرجعيات هذا الحل الثلاث الواضحة المقررة والمعترف بها دوليا، ولكنه من أصعب ما يكون إزاء غياب الإرادة السياسية وغياب الإرادة الدولية أيضا لإنفاذ أو تنفيذ هذا الحل. لكن مهما يكون أنا لا أتصور أن المفاوضات القادمة سوف تفضي عن نجاح محدد. يكفي أن نعلم بأنهم ذاهبون إلى هذه المفاوضات من أجل إجراءات بناء الثقة. نحن سمعنا عن هذا المصطلح إجراءات بناء الثقة في جنيف 2 عندما ذهبوا إلى مدينة بيول بسويسرا واتفقوا على عدد من المحددات التي يمكن على أساسها بعد أن تتم أن تبنى الثقة ومن ثم يصار إلى الخوض بجوهر الخلاف السياسي. هذه الإجراءات هي الإفراج عن الأسرى والمعتقلين 1، رفع الحصار عن مدينة تعز 2، تشكيل لجنة عسكرية وأمنية لمراقبة وقت إطلاق النار الذي كان حينها. هذه كانت إجراءات بناء الثقة التي لم تقم قائمتها منذ اليوم الأول، وبالتالي الآن هم لا يذهبون ليبنوا على ما انتهى الحوار السابق إليه،
هم ذاهبون لبحث الإجراءات مجددا التي قد فرغ منها في بيو الاثنين، وكان الأساس أن يذهبوا إلى الكويت من أجل الخوض في مسألة الخلاف السياسي بعد أن يتم الفراغ من مسألة إجراءات بناء الثقة، لكن كل ذلك لم يحصل. الآن هم يعودون إلى نقطة البدء. أنا في تصوري أنهم ما دام الأمم المتحدة تلعب دورا مزدوجا في هذا في القضية اليمنية، فلن يكون هناك أي نوع من أنواع الحل المأمول. هذا الدور المزدوج يتمثل في التالي: الأمم المتحدة على المستوى النظري هي تدعو إلى شيء، ولكنها على مستوى المستوى العملي تدعو إلى عكس هذا الشيء. القرار الدولي يدعو الحوثيين للانسحاب، يدعوهم إلى تسليم الأسلحة، يدعوهم إلى عدم التدخل في شؤون الدولة، يدعوهم إلى إتاحة الفرصة للحكومة العودة إلى العاصمة، وكل هذه المقررات الموجودة 22/16 هذا على المستوى النظري. لكن على مستوى الإجراءات العملية، المبعوث الدولي مارتن جريفيث يطلب من الحكومة الشرعية، بل ويمنعها أن تدخل إلى مدينة الحديدة، وهي إحدى المدن التي يطالب القرار الدولي الصادر من الهيئة التي أرسلت مارتن جريفيث يطالب الحوثيين بتسليمها للحكومة الشرعية. وبالتالي هذا الدور المزدوج للأمم المتحدة على المستوى النظري وعلى مستوى الأداء العملي هو الذي يعرقل، هو الذي يعطل، لأنه لا يمكن أبدا أن تستمر المسألة بهذا على هذا المنوال، أن تطرح نظريا شيئا وتطرح حلا ثم تأتي بمبعوث يطالب بعكس هذا الحل. لم تسمع الأمم المتحدة رأيا قويا واضحا لا من جهة الحكومة الشرعية ولا من جهة التحالف العربي. وللأسف الشديد أن الأمم المتحدة وبعض المنظمات الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي وغيره يستغلون الوضع الإنساني ويرفعون الصوت من أجل الضغط ليس على الطرفين بل على الحكومة الشرعية لتقديم التنازلات، لأنهم يقولون الحكومة الشرعية صراحة عندما تقوم بالمسؤولين بأنهم حكومة وبأنهم مسؤولون وبأنهم الجهة الاعتبارية والجهة الرسمية وهم الجهة التي تمثل الدولة أمام الأمم المتحدة والعالم، أما الحوثيون فهم ميليشيا لا يمكن الضغط عليها، وبالتالي ينصب كل الضغط على الحكومة الشرعية بينما لا ينصب أي من الضغط على الحوثيين، وهذا ما يشجعهم على الاستمرار في الانقلاب. والآن بعد أن ضمنوا أن معركة الحديدة لن تحصل في على المدى القريب جدا، فهم يتصرفون بشيء من الأمن بأنهم كالمحميين دوليا، على الرغم من أن القرارات الدولية تدينهم وتطالبهم بالانسحاب من الحديدة أسوة كما هو الانسحاب من بقية المدن الأخرى المتضمنة في القرار الدولي. إذن أشكرك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. بالعودة إليك دكتور علي، يعني يمكن القول أن هناك حق لهذا الشعب اليمني تم الاتفاق عليه وصدرت له قرارات دولية تؤكد هذا الحق، أن هناك جماعة انقلابية تنقلب على ما اتفق عليه اليمنيون، لكن من سيأخذ هذا الحق؟ يعني من سيعطي الحكومة اليمنية هذا الحق في نهاية المطاف بعودة المؤسسات لها، بعودتها إلى صنعاء؟ كيف يمكن إنفاذ القرارات الدولية وفقا للتصرف الأممي والدولي الواضح الآن؟ أعتقد العملية في أي عملية سياسية مع حركة الحوثيين يعني غير مجدية، يعني علينا نعترف بذلك مع الأسف شديد. الحوثيون أثبتوا خلال الفترة الماضية بأنهم مراوغون، لا يمكن الوثوق بهم، لا قيمة للعقود والاتفاقات التي تبرم معهم، جماعة عقائدية دينية تقود يعني تقود العملية السياسية وفق ادعاء بحق إلهي مزعوم في الحكم، وبالتالي لا يمكن أبدا إقناعهم بالحلول السياسية. هم يرون ذلك حقا لهم، حق عقائدي، وهكذا تربوا وهكذا نشأوا، ولا أعتقد أنهم سيتنازلون عنه. في الأخير على الحكومة الشرعية، على الحكومة اليمنية أن تأخذ بزمام المبادرة. مشكلة اليمن الآن أن القرار قرار حسم الحرب أو قرار اتخاذ قرار المعركة، اتخاذ المعركة أو دخول المعركة أو تحرير المدينة ليس في يد الحكومة الشرعية، مع الأسف نقول ذلك. هي في أيدي قوى التحالف العربي والتي لديها حسابات مختلفة، حتى إذا أرادت أن تحرر مثلا مدينة مثل الحديدة، ولكن لديها حساباتها الدولية، لديها علاقاتها الدولية، تخضع لضغوط دولية، تستجيب لمواقف هنا ومواقف هناك، وبالذات أن صورتها لدى المجتمع الدولي ليس بذلك المثالية، يعني نتيجة للأسف سياساتها في اليمن الغير منضبطة وسلوكيتها الغير منضبطة في اليمن، وبالتالي تحاول أن تدفع عنها تهم المجتمع الدولي ومنظمات الدولية، وبالتالي تستجيب للضغوط الدولية في هذا المجال. لكن على الحكومة اليمنية أن تأخذ زباب المبادرة، أن تكون لديها القدرة الذاتية هي نفسها
أن تحرر اليمن بذاتها يعني بجهودها الذاتية، أن لا تعتمد على أي طرف. كيف يمكن للحكومة الشرعية أن تعتمد على نفسها؟ كيف يمكن لها أن تبني القوة قوتها الذاتية اللازمة والقوة الكافية اللازمة لتحرير بقية اليمن من الميليشيات الحوثيين؟ أعتقد هذه هي القضية الرئيسية. أعتقد القضية الرئيسية ليست مع الحوثيين، الحوثيين هم منتهون اليوم أو غدا أو بعد غد. الميليشيات الحوثية هي منتهية هي في وضع ضعيف الآن، هي خسرت كل المعارك التي خاضتها، هي تتراجع، لديها مشاكل في الحشد والتعبئة للجنود هناك، هي مرهقة ماديا، مرهقة عسكريا، مرهقة تسليحيا، وبالتالي القضاء عليها لن يأخذ ذلك الجهد. الجهد الرئيسي الآن الذي ينصب على الحكومة الشرعية، على حكومة الرئيس هذه، هو أن تبني القوة الذاتية للحكومة الشرعية، أن تظل تعتمد على قوة على 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 القوى الخارجية، على قوة المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، فأنت بالتالي ترهن قرارك وترهن قرار حسم الحرب وترهن قرار حسم إنهاء المأساة في اليمن إلى دول خارجية، إلى أطراف خارجية لديها حسابات مختلفة تماما عن حساباتك. فأعتقد أن على حكومة الرئيس هذه البحث إما عن حلفاء آخرين أو إقناع الحلفاء الحاليين إذا كان باستطاعة من يقنعوهم، أن تعطى الحكومة الشرعية كل الإمكانيات اللازمة لأن تحرر اليمن بجهودها الذاتية. حتى الآن لم يتم إعادة بناء سلاح الجو اليمني، وهذا مسألة مستغربة، وهذا مسألة مستغربة جدا. لم يتم إعادة بناء سلاح البحرية اليمني أيضا، هذا مستغرب. كيف أنت تريد أن تدعمني وأنا لا أملك لا قوة طيران ولا قوة بحرية؟ حتى الجيش، حتى القوات البرية تسليحها ضعيف للغاية، لا توجد دبابات، لا توجد راجمات صواريخ، لا توجد مدفعية ثقيلة، كل التسليح عبارة عن أسلحة متوسطة ومدرعات وليست حتى بالعدد الكافي. وبالتالي أنت مرهون وملزم أن تنتظر قرار الحلفاء في مسألة تحرير هذه المدينة أو تلك المنطقة. نرى ذلك في تعز، نرى ذلك في نهم، نرى ذلك في الحديدة. وبالتالي أعتقد أن المعركة في اليمن يجب أن تحسم عسكريا، لا خيار لدينا، والحوثيين هم من وضعوا هذا الخيار، والحوثيين هم من وضعونا في هذه الزاوية، هم من وضعونا في هذا الموقف. وبالتالي على الحكومة الشرعية أن تقوم بإعادة بناء جيش يمني حقيقي، جيش يمني قادر على حسم المعركة وإنهاء الأزمة الإنسانية الموجودة في اليمن. أشكرك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، على كل ما قدمته، وكذا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات زميل ماهر أبو المجد منتجها، وكذا تحياتي أنا وجيه سمان وزملاء في طاقم العمل الفني. إلى اللقاء.